محافظات مش في القاهرة. بالظبط كده. هنسمع دكتور محمود سعد هيقول ايه ونرجع تاني نكمل معاك. الاول مساء الخير على الكابتن الكبير واخويا العزيز الفاضل المحترم زميل جهاز تدريب منتخب الاولمبي المصري اللي الحمد لله ربنا اكرمنا وتاهلنا لبرشلونه سنه 92 كابتن مصطفى عبد. كابتن مفروض كان يعني يبقى في لقاء مع الاستاذ محمد القوسي، بس احنا بقالنا يومين. امبارح احنا كنا في اسماعيليه والشرقيه في كابيتانو، والنهارده احنا انا بكلم حضرتك من استاد المنصوره، وهنخلص التمرين من هنا ثلاثه هنمشي هنروح على كابيتانو الغربيه النهارده برضو. فاليومين دول ما كانش فيه مجال غير ان انا حسب التوصيه بتاع الاستاذ محمد ان احنا لازم اتكلم على زميل وصديق عزيز الا وهو كابتن غانم سلطان، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر ومدرب نادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك وفي اللجنه الفنيه اللي هي موجوده في قطاعات الناشئين والاكاديميات ومدارس الكوره بنادي الزمالك. طبعا احنا جيل واحد يا كابتن مصطفى وانا وانت وانا على فكره معايا كابتن سطوحي في الملعب وطبعا كابتن خطيب ومصطفى يونس ويعني الجيل بتاعنا كان جيل كبير ومتميز وكابتن فاروق عفر طبعا دول وكابتن علي خليل يعني حد يعني طبعا عشره كبيره وقضينا مع بعض فتره كبيره جدا سواء في النادي في الملعب في التدريب. فبتمنى له كل التوفيق وان شاء الله تبقى حلقه سعيده ومميزه. وانا بشكر قناه الاهلي وبشكر بصفه خاصه الكابتن مصطفى عبده ان هم بداوا يعني يشوفوا يعني في ناس اللي هو خلاص بعيد عن اعين الناس وعن الجماهير خلاص الناس دي بتتنسي. لا الناس دي ليها تاريخ وكل واحد فينا ليه تاريخ. فلا انت يا كابتن مصطفى وقناه الاهلي بتعمل حاجه ان هو بتشوف رموز الانديه الكبيره وبتستضيفها عشان يقولوا للناس الناس دي فين وخبراتها ايه والمدربين يستفيدوا من كل الكلام ومن كل الحلقه اللي بيعملها واحد عظيم زي الكابتن مصطفى عبد. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله وحلقه ممتعه وحلقات قادمه يا كابتن مصطفى يا 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 جدع يا محترم يا يا صديق العمر. كابتن دكتور محمود سعد انا بشكرك على الكلام الحلو الكبير قوي اللي انت قلته علينا وغنومه عاوز ابعت لك رساله. دكتور محمود والكابتن محمود طبعا ده زميل عمر معايا في نادي الزمالك طبعا وكل مراحل قطاع الشباب والناشئين اللي احنا فيها في النادي دي لغايه الفريق الاول محمود كان معايا فيها ولعبنا كلنا مع بعض ومثلنا النادي مع بعض ورحنا منتخب مصر برضه مع بعض وربنا يديله الصحه وهو عديله وحبيبي وربنا يوفقه وهو دلوقتي مسؤول عن يعني مشروع. حاجه كبيره جدا اللي هو مشروع كابيتانو ده على مستوى مصر. طيب قبل بقى ما ادخل على جزئية بتاعت غانم سلطان ومنتخب مصر انا بس عايز افكرك مباراه اهلي والزمالك استاد القاهره وكان ماسك نادي الزمالك مايكل ايفر وبيلعب عليا محمود سعد بيلعب معايا مام في كل حته اروح هنا يجي ورايا اروح قلت له يا عم محمود في ايه مالك ده ماتش هيخلص فيه المهم محسن صالح لعب لي